تحكي عن جامعة دمشق، يعني أكيد. من أعرق الجامعات العربية، ويمكن كلياتنا لنا ذكريات جميلة بالجامعة لأنه كلياتنا مرينا بمرحلة الجامعة وكلياتنا كنا طلاب في جامعة أكيد دمشق. يعني عم نحتفل بمئويات جامعة دمشق، يعني 100 عام من العطاء، من الفخر والاعتزاز، من الإنجازات. يعني قدمت الكثير ولا زالت عم تقدم على مستوى سوريا وعلى مستوى الوطن العربي، فكانت منارة للعلم و الفخر والقراءة، وأيضا قدمت الكثير من الخريجين من كبار الشخصيات على كافة الاختصاصات. خلينا نحكي أكثر لمشاهدينا بجولة تاريخية وتعريفية على معالم جامعة دمشق، رح نترافق فيها سوا مع ضيفنا يلي صار ضمن الاستوديو، الدليل السياحي والباحث الأستاذ عبد الرزاق حمصي. يسعد صباحك. صباح يا أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يعني بكل مناسبة لازم تكون معنا أستاذ عبد الرزاق، لأنه حضرتك يعني عم نحكي من أقدم، يعني يمكن أقدم حدا بيعرف بالدليل السياحي في سوريا، فكل التفاصيل، ويمكن قمت بجولة على جميع المعالم التاريخية في سوريا. فخلينا نحكي أول شيء عن التعليم في سوريا من الجانب التاريخي. يعني جامعة دمشق اللي تأسست 1923 ما تأسست من فراغ. التعليم والحرف والكتابة بسوريا 10,000 سنة. خلينا أول شيء نحكي هيك لمحة شاملة عن تاريخ التعليم بسوريا والحرف. وقدمنا الحرف، سوريا قدمت الحرف للعالم، معناتها قدمت تعريف. هلأ منروح 10,000 سنة، سوري من 10,000 سنة بدأ يستخدم أشكال النباتات والحيوانات والطيور كرموز كتابية. هي أقدم رموز كتابية بالعالم تقريباً 10,000 سنة. هي مو بس هي، وجدنا كثير خاصة مثل الأحمر وشمال سوريا بكل أنحاء سوريا 10,000 سنة تقريبا. تقريبا بالألف، كمان الألف الرابع قبل الميلاد، بدأت نوع ثاني من الكتابة تطورت وبدأت يستخدموا الكتابة المسمارية. من الألف الرابع قبل الميلاد واستمرت للألف الأول قبل الميلاد. هي نموذج من الرقم الطينية اللي استخدمت بالألف الرابع للألف الأول قبل الميلاد، بس كانوا يستخدموا تقريبا شيء 2000 رمز. بنصل للابجديه، لاني دائما بيخربطوا بين الكتابه والابجديه. الابجديه هو تطور رائع بالنسبه للكتابه بسوريا. هلا بدل 2000 رمز باللغه المسماريه، الفينيقي السوري اللي هو طالع من سوريا واصله من سوريا ومن مكان ثاني، 1400 قبل الميلاد بدل 2000 رمز استخدم 30 رمز. 1400 قبل الميلاد 30 رمز، صار سهل على العالم كلياته يقرا ويكتب ويتعلم. هذا اختراع وانتقل لكل حوض المتوسط، هي الابجديه، وللعالم. كل ابجديات العالم اشتقت من هي الفينيقي، هي الارامي، العربي، اليوناني، واليتي. انا اخترت 7 أحرف لشوف رجيم انه كل ابجديات العالم اشتقت من ابجديه اوكري. هي بموضوع بسرعه على الكتابه، التعليم ثبت وبالوثائق أقدم مدرسة بالكون وبالعالم كله بإبلة 5,000 سنة عمرها. هي أقدم مدرسة. حتى بإبلة وجدنا تمارين مكتوبة من خلال أطفال ومصلحة من الأساتذة. تعليم رائع، يعني مستوى عالي بتعليم. أنا بحكي كثير عن إبلة، وإبلة فعلا هي أم الحضارات. أكيد. وإبلة قدمت اللغة العربية. اللغة العربية إجت من إبلة، ما إجت من مكان ثاني. هاي اللغة الإبلائية تبع إبلة. هلا هو 7 كلمات جبتهم ليبين كيف أصل اللغة العربية من إبلة من 5,000 سنة. وجدنا 1200 كلمة وجملة وتصريف فعل مستخدمة بإبلة حاليا بنستخدمهم. هاي شيء لسه في مراحل تانية ضل يستمر بلحد العباسي والأموي. حتى بلحد العباسي الترجمة كل شيء، يعني تقريبا 90% من مؤلفات العالم ترجمت بالعهد العباسي، وكان طبعا في مدارس. في مرحلة كمان رائعة جدا بمرحلة التعليم والعلم بسوريا، هي من قرن 12 لقرن 16. الجامع الأموي تحول لجامعة. 22 مدرسة طب وفلك وهندسة، مثل بمارستان نوري مدرسة للطب كانت. حي الكلاسة شمال جامع الأموي لحد الآن بيقولوا له حي الجامعة. من قرن 12 لقرن 16، للأسف قرن 16 بداية العهد العثماني لغاهن او ضعفهن. حي الصالحيه بنفس الفتره، حي الصالحيه
بنبدأ من المدرسة الشامية بشارع الثورة لنهاية حي الصالحية كان في 500 مدرسة فقط بدمشق. والمبدع أنه المشرفين على المدارس هي كانوا أميرات من الأيوبيين والمماليك. كمان هدول المدارس والدخل العثماني كان في 500 مدرسة وتخرج العثماني بعد 400 سنة كان في فقط 10 مدارس. مرحلة كمان مهمة بالتعليم كانت التعليم كان بالسر بالكنائس بقرن 18 بدأوا يجيبوا مطابع الكنائس بالسر وبدأوا إحياء اللغة العربية. يعني في متنورين حتى من المشايخ والخوارنة بدأوا يعلموا ينهضوا باللغة العربية لحتى وصلنا لجامعة دمشق. يعني هي عم لكم مراحل ما اجت هيك من فراغ جامعة دمشق، يعني نزلت بالباراشوت يعني اكيد. بداية انشاء الجامعة 1903 كان في مدرسة للطب. ب 1913 معهد الحقوق. 1923 التأسيس الرسمي لجامعة دمشق هي كانت أربع أقسام. معهد الطب ومعهد الحقوق والمجمع العربي اللي كان بالمدرسة العدلية ودار الآثار. أربع أقسام مو بس معهد الطب والحقوق. الأكاديمية هي كان يقولوا لها الأكاديمية العربية أو المجمع العربي العلمي العربي عدة أسماء بس هذا كان تقريبا هو جامعة كان جامعة وخرج كثير. فإذا المعهد المجمع العلمي العربي كان جزء من أو قسم مهم من الجامعة السورية سموه الجامعة السورية. وتطورت طبعا الجامعة السورية. خليني أشوف هيك بس كمان المجمع العربي في شيء هون حلو. هلا ان القامات اللي كانت اعضاء بالمجمع العربي مثل فارس خوري معروف الشاعر والأديب والسياسي والمناضل، مصطفى شهابي يلي صار وزير معارف، خليل مردم بيك يلي الف النشيد العربي السوري حماده الديار وصار رئيس وزراء، كلها قامات كانت هي نهضت بالجامعه وبالاكاديميه العربيه. هلا بيقولوا له عرب اكاديمي كان برا. هي نشرة عن نشاط المجمع العربي 1927. ظلت عم تتطور جامعة دمشق لحد الاستقلال 1946. كان في نهضة كبيرة وتعددت الكليات، ما عادت أربع أقسام صارت عدة أقسام. 1958 كان اسمها الجامعة السورية، 1958 سموها جامعة دمشق. نهضة قوية كمان بالستينات صار في نهضة. هلا عدد النساء كان بداية الجامعة ما كانوا كتار، كان لتقى واحدة بالمدرج أو تنتين. بالستينات ازداد العدد. هي في نشرة على فكرة هي مدرج الجامعة 1930. هي من الداخل. هي صدى الجامعة كانت مجلة طلابية، هي 1963 64. عاملين احصائيات على نسبة النساء او الاناث اللي موجودين، طلعوا 15%. بدأنا نشوف بالستينات الاناث متواجدين. لحد هالسنة كانوا 15% بال 64، السنة طحشوا النساء 58% عدد نسبة الاناث بجامعة دمشق حاليا. طبعا هي تنوعت الجامعات الخاصه والعامه. صحيح. وما بس يعني ما بنسى جامعه حلب، يعني كمان جامعه عريقه وجامعه البعث اللي الدكتور كان هلا من جامعه البعث عم يحكي، وجامعه تشرين. هلا الجامعات والكليات منتشره بكل انحاء سوريا. طيب. والعلم والتعليم خلينا نحكي عن قامات كمان ونحكي عن دور كمان جامعه دمشق العلمي والتعريب. خلينا نفصل عن هذا. كان دورها علمي وثقافي ورياضي ومسرحي. طبعا خرجت قامات كثير كبيره منتشره بكل انحاء العالم. جامعه دمشق كانت وما زالت من القامات اللي احكي على المؤسسين، هي منيف، الدكتور منيف العائدي ورضا سعيد، هذول مؤسسين جامعه دمشق. من خريجي جامعه دمشق هلا عم تذكرون انتم احيانا بشكل مستمر بالاخباريه. صحيح. بس حاحكي اسماء كمان ذكرت. الدكتوره شادية رفاعي
هي هلا عم بتشتغل بوكالة فضاء الأمريكية، عالمة فضاء، تخرجت من جامعة دمشق كلية العلوم. دكتور منير أبو شعر هو طبيب أسنان وباحث بالتاريخ وكتاب وباحث بالخط العربي، من تقريبا من شهر كتاب عن الخط العربي سوا. ودكتور منير أبو شعر تقريبا عمره 81 سنة حاليا. في قامات كتير اللي بدنا نقولهم، لا أحاول أتذكرهم. في النشاط المسرحي اللي كان كان نشاط الدراما، طلعت من جامعة دمشق. المسرح الجامعي كان كتير مشهور. هلا الكبير دريد لحام هو من المسرح الجامعي. هاني الروماني وأسامة الروماني، رياض نحاس، هدول طلعوا من جامعة دمشق. يعني الدراما والمسرح طلعت من جامعة دمشق، وكان له نشاط كتير كبير. أنا في عشرات طلعوا من جامعة دمشق من المسرح الجامعي. هلا كمان في من القامات عفيف بهنسي العالم الآثار المؤرخ، خالد الأسعد الشهيد خالد الأسعد هو خريج جامعة دمشق كمان، قتيبة شهابي خريج جامعة دمشق هو طبيب بس اهتم بالتاريخ والتوسيق. خلينا نحكي عن الجانب السياسي للجامعة، يعني الجانب السياسي كثير كبيرة ومهمة، يعني مشهورة وبنعرفها وكان إلى أثر كثير كبير اليوم في الدوري السياسي السوري أو على مستوى العالم العربي أو العالم حتى. يعني كان اسمه رنان، هن خريجين جامعة دمشق. أكثر ناس كانوا يخافوا من جامعة دمشق الاستعمار الفرنسي. يعني قادة المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي كان يطلع من جامعة دمشق. وضغطوا كتير. هلا كتير كانوا يجي خطب قادة سياسيين بمدرج الجامعة. يعني من كان الخطب السياسية تلقى بصحن الأموي. من خلال النافذة اللي تحت بمأذنة الأموي. وقت تأسست جامعة دمشق صاروا السياسيين يلقوا الخطب ونشاطهم السياسي من جامعة دمشق. كثير قامات سياسية ألقت خطابات، حتى وقت إجا الجنرال ديغول واعترف باستقلال سوريا 1941، هو طلب أنه يجتمع مع القادة السياسيين ليعترف بالاستقلال التام لسوريا. هلأ في خطبة كانت كثير مهمة للجنرال ديغول، هي من جريدة الإنشاء تاريخ 1941، يلي قال بالخطبة، ممكن أقولها يعني. ديغول قال: وقد رأينا بأن الوقت الحان لفرنسا بأن تضع بالاتفاق معكم مع القادة نهاية الانتداب والتفاوض وإياكم في الشروط التي تستحق ضمنا سيادتكم التامة واستقلالكم الناجز. هلا لا شك أن فرنسا ظلت تتلاعب بموضوع الاستقلال لحد 1946 تحت ضغط جامعة دمشق وقادة قادم جامعة دمشق والسوريين بشكل عام، ولنا الاستقلال الناجز 1946. هلا أنا وقت كنت شاب صغير بتذكر خطابات الرئيس الراحل حافظ الأسد، كنا نروح نتجمع برات المدرج الرئيسي القديم اللي تبع جامعة دمشق، وبالمكبرات الصوت نسمع الخطب الرئيسية للرئيس الراحل حافظ الأسد، وأنا كانوا بذهني حافظهم وقت كنا شباب. النشاط السياسي طبعا طلع، والاستقلال انا بقول جزء كبير من استقلال سوريا من المستعمر الفرنسي طلع من جامعة. وكانت وما زالت النضالات اللي انا بذكر كمان الشهيد محمد الفاضل رئيس جامعة دمشق اللي استشهد، نظر لمواقفه القوية ضد الارهاب والارهابيين. قامت تعد يعني ولا تحصى استهدافها، حتى النشاط الرياضي. أكثر الرياضيين خاصة بكرة السلة. يعني أغلب لاعبين كرة السلة منتخب العسكري ومنتخب الوطني طلعوا. الدكتور ممتاز ملص يمكن أنتم تسمعوا فيه، ما زال فعال لهلا، هو طبيب أسنان تخرج من جامعة دمشق بس كان من أبطال كرة السلة، يعني على مستوى العالمي صار أبطال. يعني كان في نشاط اجتماعي، نشاط رياضي، نشاط. هلا بيضل جامعة دمشق منارة وحتستمر. أكيد حتستمر. طيب. ما بعرف إذا في كلمة أخيرة أولى. تفضل. يمكن كمان حكيت عن النشاط الرياضي، خلينا كمان نحكي عن النشاط المسرحي. النشاط المسرحي قلت هو إنه طلع من جامعة دمشق. النشاط المسرحي طلع من جامعة بعد المسرح الجامعي
انشئ المسرح العسكري يلي هن كانوا يشتغلوا بالمسرح الجامعي انتقلوا للمسرح العسكري وانضمت لهم مناصف ونشأت. بس انا بقول الدراما والمسرح نشأت من جامعه دمشق. أكيد. من جامعه دمشق لانه كان المسرح الجامعي وقعه الخاص، يعني اهم الشخصيات كنا نشوفها طلاب يشاركوا، فكان هو المساحه الحره يمكن للطلاب، من خلاله خرج كثير من الفنانين اليوم نعتز ونفتخر فيهم. ايه طبعا طبعا، يعني اغلب الفنانين انا بقول الرواد جيل دوريد لحام واسامه الروماني كلهم كانوا من جامعه دمشق. طلعوا من جامعه دمشق. هلا نحن العلم والتعليم حاليا، حتى العلم هلا لحد الان تطور، لانه ما كمل بقيه المراحل. يعني من 1970 لسنه 2010 كمان تطور كثير بشكل هائل. يعني التعليم كان عدد سكان سوريا بال 2010 تقريبا 22، 5 مليون من سكان سوريا كانوا على مقاعد دراسه بالجامعه وما قبل الجامعه، 5 مليون. بعدين الدولة كانت كثير مهتمة، الله يرحمه الرئيس حافظ الأسد كان مهتم بالتعليم، كان بيعتبره أفضل استثمار. ثاني ميزانية بعد الدفاع كانت للتعليم. بالحد الأدنى كان 7% من ميزانية الدولة للتعليم. بعض السنوات وصلت 19%. يعني هذا ما في دولة بالعالم بتصرف 19% على التعليم. يعني التعليم كل اللي. وبعدين كانت الأمية تقريبا بسنة 70 55%. بسنة 2000 صارت 14% وانحصرت بكبار السن. يعني بسنة 2000 ما كان في إنسان من سن 10 سنين ل 40 سنة ما بيقرأ ويكتب. وأخذت سوريا جائزة باليونيسكو، من اليونيسكو، بسبب أنه أفضل دولة بمحي الأمية بالعالم. حتى نحن كان المدارس منتشرة تقريبا أكثر من 20,000 مدرسة كان بسنة 2010. للأسف المسلحين دمروا بعدها. هلأ عم نعيد اي مكان عم يتحرر هلا من الارهابيين فورا اول شيء عم يعملوا يرجعوا ياهلوا المدارس. كان حتى بالباديه انا كنت اطلع على تدمر لاقي كرفانات وخيام. وقفنا سالت شو هدول الكرفانات؟ طلعوا مدارس. في نص مليون بدوي بالباديه السوريه. منشان تعمل البدو دائمين الترحال. وكانوا يلحقوهم الدوله بهالكرفانات ليعلموهم. والتعليم طبعا كان مجاني واجباري من سن 6 سنوات ل 15 سنه. تمام. يعني التعليم بسوريا ولحد الان هلا الجامعات نحن بيحكوا على التقييم العالي ما تقييمها. اي خريج من جامعه دمشق او الجامعات السوريه يطلع لبرا فورا مقبول لانه سمعته طيبه. خاصه اطباء ومهندسين وعلماء كلهم منتشرين بالعالم. منتشرين بالعالم وعم قدموا هالحضاره الحلوه. تمام. إذا كلمة أخيرة بثواني. اتفضل. هل سوريا مملكة التعليم والكتابة من 10,000 سنة لليوم. هاي هون بانوراما الكتابات بسوريا والتعليم بسوريا. أحكي شيء كتير مهم. هلأ الغرب وقت يكون عنده فرط قوة عم يجي يدمر الحضارات. سوريا كانت فترة إبلة، كانت مسيطرة على طرق التجارة بالعالم، نشرت العلم من خلال سيطرتها وفرط القوة اللي عندها، نشرت حضارة ونشرت علم. بالألف الثاني قبل الميلاد الرجل السوري الفينيقي سيطر على حوض المتوسط بالكامل وقدم حضارة، قدم الأبجدية والموسيقى والرياضة المنظمة والتعليم لحوض المتوسط بالكامل. مثل ما قلت بالقرن 12 لقرن 16 كانوا يجوا من كل أنحاء العالم يدرسوا بالمدارس السورية، خاصة الجامعة اللي كانت جامعة الأموي. وكمان الجامعات السورية اللي درسوا كثير فيها قامات سياسية، 2 من رؤساء وزراء بالأردن درسوا بجامعة دمشق، أغلب المسؤولين اللي بالعالم. بعدين مسؤول التعريب جامعة دمشق، جامعة دمشق كانت مسؤولة، يعني عربت الطب والهندسة والعلوم. صحيح. حتى بعد بالستينات وقت تحررت الجزائر من الاستعمار الفرنسي بعد 130 سنه من الاستعمار الفرنسي خرج خريجي جامعه دمشق بالادب العربي للتعريب بالجزائر واشتغلوا شيء 6-7 سنوات هنيك. يمكن قد ما حكينا اليوم ما بنعطي جامعه دمشق حقها وما بنعطي تاريخ التعليم في سوريا، لانه نحن عم نحكي عن مهد الحضارات مو فقط مهد الابجديه. يعني خلال حديثك عم نحكي عن اقدم مدرسه في التاريخ بإبلة. اكيد بالختام بدنا نشكرك، ودائما انت ضيفنا لنا محطات اخرى لنحكي ونسرح بعالم التاريخ في سوريا. شكرا كثير لك. بتشكركم وشكرا مره ثانيه انكم مستمرين. نورتنا. اهلا وسهلا فيك.